غير واضحة صادقة صحيحة. يا إخواننا إحنا لا نتكلم عن النظر وعن الحجاب، ما نتكلم عن هذا، نتكلم عن ماذا؟ صحة الصلاة. اتصلت يعني مرة بين رجل يفتي في بعض الدول، فقالت لها يا شيخ أصلي أحيانا أقوم بلباس البحر، أسأل الله السلامة، وأدخل إلى الخيمة وما يراني أحد، أصلي بلباس البحر، ما أعرف. قال أرى والله أعلم أن عليك لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وما يتكلم إحنا لا نتكلم الآن عن نظر المرأة أو كذا، نتكلم عن صحة الصلاة، مفهوم؟ استقبال قبلة، استقبال قبلة، فلا بد من استقبال قبلة، سواء كان من يعرف استقبال قبلة شرط من شروط الصلاة، صحيح؟ في الفريضة أو في النافلة، من يعرف؟ نعم. أما النافلة الآن يأتي وصلي هنا ما تشتغل. لا النافلة لا بأس. لا بأس. أنت تصلي الحين النافلة هذه الأيام؟ أنا لا أصلي ولكن هذا كلام كل فاضل وما أستطيع ولا يستحق ولا يستحق. أنا فاضل. أنت فاضل. يا إخوان استقبال القبلة شرط من شروط الصلاة في الفريضة أو في النافلة، من يعرف؟ لا أحد يعرف استقبال القبلة. نعم في الفريضة وفي النافلة لا بد من استقبال القبلة في الفريضة وفي النافلة أيضا خطأ. أجلس لا أختلف. نعم في الفريضة يجب أن يستقبل القبلة. طيب مو يجب شرط من شروط الصلاة. نعم في النافلة إذا لم يتيسر له جاز يعني أن يصلي لغير القبلة. نعم إذا كان على ظهر بعير على راحلتي ما عنده بعيرة الآن عند السيارة تأخذ مقام البعيرة. أجلد استقبال القبلة شرط من شروط الصلاة في الفريضة وفي النافلة، إلا أن النافلة في السفر يصح أن تصلى في السفر حيث توجهت بالدابة الراحلة الطائرة القطار السيارة، مفهوم؟ يعني الآن في الحضرة الآن ما حكم استقبال القبلة لغير المسافر في النافلة؟ شرط. في الفريضة شرط. ما حكم استقبال القبلة للمسافر في الفريضة؟ شرط. ما حكم استقبال القبلة للمسافر في النافلة؟ نقول يصلي حيث توجهت به الدابة، تمشي السيارة في هذا الاتجاه، لو صلى لهذا الاتجاه صلاته باطلة، لأنه أين الآن تتجه؟ هكذا هذا الاتجاه صلي إليه، مفهوم؟ فقط النافلة. طيب بعدها دخول الوقت. دخول الوقت. فلو صلى قبل الوقت باطل الصلاة. صلاة باطلة. بعد الوقت تعمد إخراج الصلاة عن وقتها باطلة. نعم باطلة. نعم. طيب بعدها تسعة خلصت. عيد مجدد. تسعة شروط الصلاة؟ بالله في دليل من كتاب أو سنة أو قول صحابي واحد أن شروط الصلاة تسعة؟ لا بس هذا المجموعة. من قال هذا المجموعة؟ ما من عدم؟ هذا العلم. نعم نظر العلماء، هذا قلنا السر والتفصيل، نظر العلماء في دليل كتاب السنة وجد أن شروط الصلاة تسعة، ما زال علم الله تعالى. أجلس. من يعيد لي شروط الصلاة؟ لا نعم إسلام. إسلام خرج بهذا عقل. خرج بهذا إسلام تميم. عقل تميم. الإسلام خرج به ضد المسلم كافر، فلو صلى الكافر لا تقبل الصلاة ولا مطلوب باطل غير مخاطب الصلاة. نعم فلو صلى المشرك من يذبح لغير الله محبة وتعظيم صلاة باطلة. أجلس البعض. نعم الشوط الثاني العقل خرج بهذا، فلو صلى المجنون السكران السكران يا رجل
شد المجنون ما غير بزياده المجنون افضل والله صحيح نعم هذا تقدم الذي يقال انه تقدم وتطور وحضاره يذهب عقل بسم الله الرحيم نعم هذا الثاني اجلس الشرط الثالث من شروط الصلاه الاسلام والعقل والتمييز ما معنى التمييز التمييز التفريق بين الاشياء فإذا كان يميز يفرق صلاته صحيحة، لا يميز صلاته باطلة، أجلس. ما حكم صلاة الصغير؟ ما حكم صلاة الصغير؟ إذا كان يميز فصلاته صحيحة، غير مميز فصلاته باطلة. في الغالب ابن 7 سنين يميز. مميز، نعم. بعد من الشرط. نعم. النية. النية، محلها القلب، التلفظ بها في كل عبادة. أجلس. نعم دخول الوقت دخول الوقت صلى قبل الوقت صلاة الظهر الآن هذا الأخ يريد يصلي الظهر قال لي متعب أخشى أني أنام وما أدري في الظهر يريد يصلي الظهر الآن وتبرأ ذمتي ولله الحمد صلاة الظهر من ما دخل وقت صلاة الظهر طيب تعمد إخراج الصاع عن وقته صلاة الظهر باطل سؤال وضع المنبه وأوصى هذا أن يوقظ للصلاة. هنا استيقظ الساعة 7:00 طلعت الشمس، صحيح؟ طيب عندما استيقظ الساعة 7:00 قال: إنا لله وإنا إليه راجعون. ذهبت الصلاة وكذلك الدرس ذهب. أنام الآن إلى الساعة 10:00 أرتاح وأقوم أصلي الفجر الساعة 10:00 وأنا أسير. صلاة باطلة. نعم؟ صلاة باطلة. المنفق اللي يصلي الصلاة لأنه ذكرها. اللي يصلي الصلاة لا مع صلاة هذا يقول دائما أصلح هذا. خرج عن وقته. خرج عن وقته هو ما فرط العقل وضع المنبه أو صلاة. صحيح هذا الكلام مو صحيح. عندما نام إلى الساعة 7:00 هذا كان بغير تفريط. لكن عندما استيقظ الساعة 7:00 الآن أصبح مخاطب بالصلاة، من نام عن صلاة أو نسيها فليصلي إلى ذكر، الآن بالنسبة لهذا وقت صلاة الفجر عند هذا هو الساعة 7:00، لأنه هذا إذا تعمد ونام من 7:00 للـ10:00 نقول له لا تصلي، شيخ بن عثيمين رحمه الله يقول له لا تصلي. تعمد إن لم نقل يقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى هذا استعمال غلظة في مواضيعه إن لم نقل بكفره. ما كفر أحد هذا بس إنما مفهوم؟ طيب مرة أخرى صلاة الظهر والساعة كم صلاة الظهر؟ 11:20 هذا وضع المنبه وأوصى كذا المهم ونام استيقظ الساعة 12:00 قال إنا لله وإنا إليه راجعون أنام الآن إلى 12:05 ماذا عليك؟ صحيح ما الفرق؟ نعم إن هنا في الوقت وهناك خارج الوقت فتح الله عليك بعد من الشروط خلينا شروط الصلاة شرط واحد يذكر أخذ الزينة أخذ الزينة أو سترها العورة وقلنا العورات ثلاث مغلظة مخففة متوسطة المغلظة عورة المرأة الحرة البالغة والمخففة مغلظة فسط الجمع بين الرجل والمخففة المخففة للذكر الذكر ابن 7 سنين عنده يسر فرقه وما عدا مغلظة مخففة متوسطة أعطينا أمثلة متوسطة ما بين السرة والرقبة من؟ لرجل مثال الرجل ما بين السرة والرقبة البالغ ولا غير البالغ؟ لا البالغ البالغ 11 سنة ذكر لكن غير بالغ مقلد ومخفف متوسطة مخفف 11 قلنا من 7 سنين 10 سنين 11 مو متوسطة نعم متوسطة أجلس طيب بعد هذا من شروط الصلاة
ما أصل واحد أثنين شق نعم إزالة النجاسة عمالة طهارة البدن البقعة والثوب لابد من إزالة النجاسة على ثلاثة أشياء بدن بقعة ثوب فلو صلى على بدن النجاسة باطل على ثوب باطل في مكان مجلس باطل صلى في الحمام الحمام المغتسل والمغتسل أنا صلى في الحمام باطل باطل نعم صلى كرمك الله في مزبلة تقول مزبلة تقول للماء باطل نعم أشياء غريبة أخوانا صلى وعلى ثوب نجاسة هذا إذا كان عالي بنا وإذا كان لا يدري عنها فالصلاة صحيحة مفهوم؟ طيب هذا الأخ وهو يصلي مر طائر وأسقط عليه شيء ماذا أصنع؟ ما أزاله كأنه ما أصنع علم به وهو يصلي وهو يصلي رأى النجاسة على يده وأكمل الصلاة صلاة باطل خطأ صحيح خطأ نعم دور غير هذا الصلاة صحيحة إلى حد لا الصلاة ما تتجزأ يا أخي اتق الله خليك واضح نعم إذا كان الطائر هذا يأكل لحمه نعم هذا فقير نظر في الطائر هكذا وجد يأكل لحم أحمر الصلاة فصلاته لأنه قول العروس ما يأكل لحمه فهم؟ وإذا نظر إلى هو غراب ما يأكل لحمه نجس وأكمل الصلاة بالصلاة نعم سبحان الله عليك فهم؟ فعله نعم في الفريضة أو في النافلة في الفريضة والنافلة في الحضر أو في السفر في الحضر في السفر إلا أن النافلة في السفر يصح أن تصلى حيث توجد بالدابة أو الراحلة أو القطار أو السيارة سؤال هذا الأمر من أين أنا من سوريا وهو ماشي الآن في الطريق ماشي في الطريق برجليه الله أكبر سبحانك الله واحد يصلي وهو ماشي من سوريا الى تركيا اخر يصلي وهو يمشي برجله ما حكم صلاه خطا باطل خطا من يعني نعم نستمد الان فريضه او فريضه اي نعم وصلي الظهر مستقبل القبلي أم نعم إذا كان مستقبل القبلي صحيح طيب هذا يأتينا لا ما هو مستقبل غير مستقبل القبلة سوريا تركيا مستقبل القبلة ما هو مستقبل القبلة إذا كانت القبلي غير بادي مثلي يتحرر نعم يتحرر الصلاة الصحيحة باطلة غير مستقبل القبلة فريضة سؤال واضح ها باطل لابد من السفر قبل الفريضة نافلة في السفر؟ نعم في سفر هو في سفر صحيح لأنه يصلي حيث توجه به الدابة أو الراعي المطاقة أو حيث توجه مفهوم؟ هذا يقول صحيح الفريضة عند الخوف صحيح خائف من العدو وفرق ودخل وقت الصلاة وخاف من يخرج وقت الصلاة أخذ يصلي وهو يجري فالصلاة صحيح صلاة خوف غرق في البحر وهو يسبع دخل وقت الفجر وخاف خروج الوقت ما يصنع صلي وهو يسبع نعم مفهوم وهو يسبع يعني لا في الخوف نعم طيب بعد نشكره بقي لا لا رفع الحدث الأكبر ولا أصغر؟ الأكبر صلوا على الحدث الأكبر باطل أسرع باطل
ناسي ناسي باطنة. نعم يا أخي ناسي ناسي باطنة عامل باطنة جاهل باطنة استمر شرط وجود لا كلام يعني لا تفسير جاهل من باطنة باطنة ما استطاع رفع الحديث هذا الأخ قدر الله عليه مقيد بالسلاسة استقبل قبلة قد نستطيع ستر عورة قد نستطيع رفع حدث لا يستطيع إزالة نجاسة لا يستطيع مفهوم؟ شوف كم شرط الآن ترى استقبل قبلة وستر عورة وإزالة النجاسة ورفع الحدث خلاص؟ نعم هذه نعم. كلها ترى ما يستطيع مقيد بالسلاسة ما لا يصنع يصلي على حاله سبحان الله نعم يصلي على حاله يصلي على حاله وصلاته صلاته صحيحة نعم يصلي على حاله صلاته صحيح فتح الله عليه طيب لا ما أسمع شيء أركان الصلاة نعم بما دون الله نعم شروط الصلاة شروط الصلاة يعني شروط لا إله إلا الله نعم يرد الأحضار خليك وراء شروط الصلاة أركان الصلاة فوري ما تصلوا أركان الصلاة ما تسمع الصلاة أركان الصلاة ولا أركان نعم القيام مع القدرة بعدها تكبير الإحرام قراءة سابقة هذا العلم أجلس شوف العلم متى دخل مرتب بإذن الله يخرج مرتب لكن يدخل مجوش لا يخرج إلا إن شاء الله تسرع عن الطلاق ما كان الصلاة أقول أركان الصلاة أركان الصلاة اللهم صل على محمد السجود على السبع نعم وقراءة الفاتحة و تقول يا أخي والله تعلم وادرس على ورقة سهل تأتي أن تسأل هذا ما هي أركان الصلاة قل بسم الله قيام عن قدرة تكبيرة الإحرام قراءة الفاتحة ركوع حسن ممتاز تسأل عن الوالدين من الذكور قال الوالدين المعتق وال أخ الشقيق وابن عم شقيق والزوج أخي كنا ارتفع ضغطه حتى اتب الوالدين 15 هذا ما يعدل الا ان شاء الله اما الثاني 9 قال الابن وابن الابن والاب والجد واخ شقيق واخ الاب واخ الام وابن اخ شقيق وابن اخ الاب وعم شقيق وعم الاب وابن عم شقيق وابن عم والزوج المحرم الحمد لله هذا حامل احفظ كل حامل امام يصمد صمت لان العلم دخل اي مرتب بإذن الله ما كان شيء يأخذ مرتب مفهوم؟ طيب فلابد ترتب العلم حتى الترتيب تمشي على هذا الترتيب الآن مثلا الصبر أمس أخذنا الصبر رتب العلماء الصبر على هذا الترتيب صبر على طاعة الله ما يصح أن تقول أقسام الصبر ثلاثة الأول الصبر عن المحارم عن المحرمات أو الصبر على عبد الله خطأ أتيك ليش خطأ؟ رتب وترتب كما رتب صبر على طاعة الله وعن معصية الله وعلى عبد الله على هذا الترتيب لما لا تعرف إن شاء الله مفهوم؟ فالعلم إذا دخل مرتب إلا متى شئت يأخذ مرتب أما يدخل مجوبا لا إلا إن شاء الله أركان الصلاة القيام مع القدرة القيام مع القدرة تكبيرة الإحرام القيام مع القدرة فلا بد من القيام في الفريضة أو في النافلة في الفريضة والنافلة خطأ القيام مع القدرة في الفريضة ها
أما النابل يصح أن يصلي النابل جالسا، لكن يأخذ نصف أجر القائم. إذا القيام مع القدرة عند الفريضة، هذا ركن من أركان الصلاة. كيف نعرف أنه قادر أو القادر؟ غير القادر أنه لا يقدر على القيام بالكلية، عاجز عن القيام، مجنون. أو يقدر لكن مع لها ركن، يقول أنا أستطيع القيام لكن ألم شديد حتى لا أخشى في صلاة، فهذا غير قادر يصلي جالس. مفهوم؟ قال أقدر أن أكبر تكبيرة الإحرام وبعد هذا يأتيني ألم وأجلس. نقول لابد أن تقوم مقدار تكبيرة الإحرام تقبل عليه. القيام مع القدر. مفهوم؟ خرج إلى هذا العاجز. إما يعجز بالكلية أو يعجز عن البعض. إذا يعجز عن البعض يعجز بالبعض الآخر. مفهوم؟ أجلس. من يذكر لي أركان الصلاة؟ نعم. القيام مع القدرة. قيام مع القدرة. تكبير الفريضة أو في النافلة. في الفريضة. في الفريضة. أما النافلة صح أن يصلي جالسا أو يأخذ نصف أجر القائم. تكبيرة الإحرام. تكبيرة الإحرام في الفريضة أو في النافلة. في الفريضة والنافلة. يأخذ تكبيرة الإحرام في الفريضة أو في النافلة. في الفريضة والنافلة. يا أخي هي نافلة، هذا لم يصل النافلة على شيء، ما صلى النافلة على شيء، صلى لم يصل النافلة لم يصلي ليس على شيء، ليس عليه شيء. قال إذا أنا أصلي النافلة دون أن أكبر تكبيرة الإحرام، ماذا علي؟ لو أترك الصلاة الكلية لا شيء علي. هذا أوجب على نفسه. يا أخي أوجب على نفسي ولا الآن صلى على النافلة ولم يقع فيها الفاتحة لأنها نافلة فصلاة باطل. يا أخي لو ترك النافلة بالكلية على شيء، لو لم يصلها ما عليه شيء، ولكن لو دخل فيها وخرج بدون سبب فلا عليه شيء. نعم. هذا الأخ صلى النافلة دون تكبيرة الإحرام دون قراءة الفاتحة لأنها نافلة، لأن لو ترك النافلة لأكملها لم يعني ما هو إذا ترك النافلة ولم يصلي على شيء. قال أنا أترك إذا شيء من النافلة ولا شيء عليه. يصلي بدون تكبيرة الإحرام بدون قراءة الفاتحة. نعم. أخل في ركن من أركان تكبيرة الإحرام. صحيح. ماذا عليك؟ لا تجوز. طب لو ترك الصلاة ولم يصلي النافلة. النافلة؟ إيه. ما عليه شيء. طب إذا هو يترك الفاتحة. إذا تركه ركن من الأركان. نقول إما أن تصلي الصلاة كاملة. كاملة أو لا تصلي. هذه النافلة، أما لا تصلي من الفريضة على كفر.